هو الحكايه انه مثلا تدفقات النيل الازرق كلها 49 مليار. اي لما بتيجي السبع سنوات العجاف كل دول بيتكرروا كل 20 سنه في دوره مياه نهر النيل. بينخفض ال 49 مليار دول يبقوا 32 مليار. اذا ده جفاف طبيعي من خلق الطبيعه ليس لنا تدخل فيه. صحيح. فتيجي اثيوبيا في وسط هذا الجفاف وتقول انا ماليش دعوه، انا هقسم ال 15 مليار اللي احنا متفقين عليهم. فيبقى ده جفاف تاني، جفاف صناعي بقى من صنع الانسان اللي احنا بنسميه الجفاف المزدوج. جفاف صنع الطبيعه. خفض تدفقات النيل 17 مليار، ثم تاخذ اثيوبيا كمان 15 يبقوا 32 من اجمالي 49. يفضل لمصر والسودان 17 مليار، ما يكفوش اي حاجه طبعا للبلد. ده اللي احنا بنسميه الجفاف المزدوج، او اطلق عليه في المباحثات الجفاف الممتد، ولكن الاصح ان احنا نقول عليه الجفاف المزدوج. اتفقنا عليه. اثيوبيا قالت لا، انا ما فيش نقطه ميه تخرج من غير ما تولد كهرباء. بعد مفاوضات مصر قدمت تنازلات وقالت خلاص اوكي، حتى في سنوات الجفاف المزدوج تستطيع اثيوبيا ان تولد 85% من السعه القصوى للسد لتوليد الكهرباء. تمام. مفيش بقى من كده. انا المفروض في سنوات العجاف ما ولدش كهرباء لان الميه اصلا ناقصه، مش لاقيين نشرب اصلا، في انتظارها. ومع ذلك قلنا 85% من السعه الكليه. وبعدين ال 13 سنه التانيين اللي هم سبعه الفيضان السمان والسته في المتوسط، يعني احجزي ما تشائي من الميه ومصر مش هتعترض طالما احنا اتفقنا على الكميه. ولكن اثيوبيا تريد ان تفرض الهيمنه المطلقه. هي تؤمن بمبدا السياده المطلقه على كل الموارد التي تمر من اراضيها، بينما القانون الدولي بيقول ليس على الموارد المشتركه. يعني طالما في نهر عابر للحدود يبقى انت يا اثيوبيا ليس لك فضل انك دوله منبع طبعا. ولا مصر عيب عليها انها دوله مصب طبعا. عليك ان تحترمي شراكه الدول الاخرى معك في النهر، وما تفرضيش سياده مطلقه على المياه. افرضيها على السد، على التوربينات، على معدل توليدك للكهرباء، ده سدك انت حره فيه. انما لما تقولي ان انا هفرض السياده المطلقه على المياه والسد وادارته، هنا بقى الغلط القانوني اللي اثيوبيا عشان كده رفض اي مرجعيه قانونيه للتحكيم فيها.